طبعا اللي بيحصل النهارده دون يعني حاجه فعلا جميله وحاجه تسعد المحافظه، واذا كانت بتدل على شيء فبتدل على اهتمام فعلا الدوله ممثله في القياده السياسيه في الحكومه، الساده رجال الاعمال، الجمعيات الاهليه. الحقيقه الكل دلوقتي مهتم فعلا بالتنميه وتطوير جنوب الصعيد. شفت اللي بشوفه كل قريه وكل ما بروح الصعيد، واللي انا يعني بشوفت ظلم 40 سنه بيظهر على الناس، مفيش صحه مفيش تعليم، فلازم كلنا نساعد. احنا بدينا، بس بطلب من الناس تصبر، بطلب من الناس اللي في الصعيد دايما بقول لهم يا جماعه موضوع الخلفه الكتير قوي ده، واحد ما عندوش شغل يبقى عنده 10 عيال، طب ما احنا مهما عملنا تنميه مش هيحس بيها اي انسان فقير. فبطلب منهم ان هم بس موضوع الخلفه ده 2.6 مليون كل سنه، دي حاجه مش هيظهر فيها تنميه، لازم نخلي بالنا من الموضوع ده. وبطلب من الدوله ان هي تهتم اكتر بالصعيد. انا بقول فعلا ان العمل الايجابي دوت هو اللي هيخلي انتماء حقيقي من الشعب المصري الى وطن مصر، ده الانتماء الحقيقي للمجتمع. وبقول ان العمل الايجابي كل انسان يبرز القيمه الايجابيه، عشان كده اقول ان في امل، امل في مصر، في كل ارض مصر ان شاء الله. بسم الله، يعني بيوت الواحد محدش كان يحلم بيها، وزي ما شايفين اكثر من العيد النهارده بالنسبه للناس كلها. الحمد لله، يعني ادرك الحمد لله، يعني عيالي قاعد في حاجه نظيفه وسراير ومراتب ومطبخ، يعني الحمد لله، يعني ربنا يكفي شر المرض اللي متبرى بالحكاوي ده، وربنا يدي الصحه وربنا يزيد من نعيمه.